هتحلها ازاي بقى؟ في الحل هو اولا خلينا نستهدف ايه؟ نستهدف انشاء صناعة جديدة. صناعة بمعنى كلمة صناعة لها تشابكاتها الامامية وتشابكاتها الخلفية مع الاقتصاد. يعني تشابكاتها الخلفية ايه؟ يعني الصناعة دي بتمثل سوق للمصانع اللي بتصنع مصانع تدوير القمامة. انا عندي سوق بيقول ان انا عندي 300 مصنع ضروري تعمله. يبقى الصناعات اللي بتعمل للمصانع دي عندنا عندها فرصة استثمارية تصنع وتربط مع المخلفات. والقطاع الخاص يخش عشان يملى لك فجوة التمويل لانه برضه حضرتك مش قادر تتحمل فجوة التمويل وفجوة الادارة. كويس، يعني مش فجوة التمويل وفجوة الادارة. فده الهدف. احنا عايزين نعمل نظام بسيط جدا جدا. احنا قسمنا مصر لقطاعات، هنعمل مناطق خدمة. المناطق الخدمة دي بتطرح وبتطرح لشركة تأتلف مع شركات تانيين تيجي لوحدها على حسب تقدم الخدمة متكاملة. شركة عامة أو خاصة، عامة أو خاصة أجنبية، شركة خاصة تتفق مع جميع القمامة والشركات الصغيرة ويخشوا تحالف مع بعض، شركة خاصة تتفق مع شركة عامة أو فيها نسبة من رأس المال الحكومي كويس عبارة عن الأصول والمعدات اللي موجودة في محافظة معينة ويكونوا تحالف، ويكونوا تحالف مع بعض أهلا وسهلا. شركة نشأة جديدة بشباب عايز تتفق مع شركة للإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي عشان يعملوا لهم المصانع أهلا وسهلا. شركة معاهم تاني لإدارة إعادة التدوير سواء كان سماد أو كهرباء أو إلى آخره وعندها الخبرة الفنية، أو شركة أجنبية على مزايدة مثلا. والله كله يعني مجال مفتوح قطاع خاص بأصلا. اتفق مع قطاع أجنبي أهلا وسهلا، قانون الاستثمار الذي يحكم. حلو جدا، أنا عندي قانون استثمار جديد يحكم هذا النشاط وده من ضمن الأنشطة اللي موجودة. قطاع عادي خالص زي كل القطاعات اللي موجودة زي كل الأنشطة اللي موجودة. أنا كدولة هقدم منظومة جديدة، أولا بتحدد مين المسؤول، وزارة البيئة بتعمل إيه، وزارة التنمية المحلية بتعمل إيه، وزارة المالية بتعمل إيه، بوضوح مين كل واحد مسؤوليته فيه. الدولة أساسا بتنظم، يبقى هنخلي وزارة البيئة بجهاز المخلفات اللي فيها يكون هو المنظم، هو اللي يعمل الشروط وهو اللي يعمل التعاقدات وهو اللي يعمل المناطق وهو اللي يعمل كل منطقة نوع الخدمة اللي فيها ايه، ثم يديها للمحافظة علشان تطرحها. الطرح ممكن يكون ان وزارة البيئة تتعاون مع المحافظة، وسبل التعاون ايه يتضح، تطرح يجي المستثمرين يخشوا. المستثمر عايز ايه؟ عايز اول حاجة تجاوب له على حاجات معينة. هو انا لما اخد الكلام ده هاخده لمدة كام سنة؟ انا هبني مصانع. المصانع دي ليها عمر. انا هاخد الحاجة ايه؟ هاخد زي زمان 3 سنين؟ طب ما 3 سنين ما يكفلوش ان انا اجيب قرض من البنك عشان اجيب العربيات. بس يعني سيبك من المصانع لسه. يبقى اذا ضروري فترة الكونسيشن او فترة الحق ده يبقى قد ايه؟ عم نتكلم على 20 وال 25 سنة. تاني حاجة، وده يعمل استابيلتي برضو. مين اللي يضمن ان الزبالة تجيلي في مصنع التدوير؟ مضمونة بان حضرتك هتاخد الدورة كلها. الدورة كلها ستك هتاخدها. نقل وجمع وتدوير وكل شيء. يبقى انا مش محتاج ان انا راقب. قول لحضرتك ليه؟ لان انا هشتري منك مش خدمة الجمع. انا هشتري منك الحاجات اللي بتدورها. يعني حضرتك يا فندم بتقول لي انه هتكون شراء التكلفه للتدوير نفسه مش جمع والتدوير. هو انت بتجمع وبتنقل علشان يبقى عندك مواد خام تدخلها المصنع بتاعك. هي فاهمه كده؟ ان انا بقى لما بتعمل كده بيبقى الشوارع نظيفه وعندي صحه عامه وحققت البيئه، جميل. لكن انا لما اجي هحاسبك بقى كدوله هحاسبك على اللي طالع منك مش اللي داخل لك. على اوكي. كويس. انت طلعت ايه في النهاية؟ فانت طلعت كهرباء، سيادتك طلعت كهرباء، ادي سعر الكهرباء. سعر فيه هامش ربحي مناسب. اوكي؟ سيادتك هتطلع ار دي اف
لصناعة الأسمنت، هاخده منك بسعره بالإضافة إلى هامش ربحي بالإضافة لتكلفة الجمع والنقل. هامش ربحي ده تحفيز بقى من حركة هامش ربحي ده هيحقق إيه في الآخر؟ حضرتك هتعمل سماد هاخده منك بنفس التمام برضه. سيادتك مسموح لك من الإجمالي ده مثلا أب تو أو حد أقصى 20% تدفنه في المدفن الصحي. أوكي؟ يا هتاخد المدفن الصحي وتديني تكلفة المدفن الصحي للطن، يبقى أنا باخد مخرج، باخد منتج خلاص كل العملية تمت والحكومة مالهاش دعوة، أنت خلصت عملية وريني المنتج النهائي. يبقى أنت أنا مش محتاج أعمل نظم رقابة كبيرة على الشوارع ولميت ولا ما لميتش. الحركة تحط معايير بس كل يلتزم بيها ما التزمش مخالفة. هتجري ورا الزبالة تجيبها عشان تطلع منها يبقى فلوس. بالظبط كده، لأنها طلع فلوس فلوس. سيادتك لو دفنتها فلوس، سيادتك لو عالجتها فلوس. بالظبط. في الحالتين. أنا عامل حسابي، ودي الدراسات اللي عملها جهاز المخلفات، مجموعة شابة عملت المودلز النماذج الرياضية والمالية الكلام ده، ان انا اضمن لك IRR او معدل عائد على الاستثمار 18%. 18% عائد على الصناعة دي، وده معدل كبير جدا. وده معدل كبير وكويس جدا جدا. اوكي طيب، يبقى انا كحكومة لم اتخارج من المنظومة، ولكن انا نظمت المنظومة وريحت نفسك شوية. لا مش وقت نفسي، انا قصدي انه قللت العبء بانك بقى تفرض او انك يعني خلينا نقول تتابع كل هذه العمليه بتحتاجه من عماله، بتحتاجه من رقابه، بتبقى كويس. وضروري احسب مصاريفي في كل محافظه اللي ممكن تختلف عن المحافظه الاخرى صح. انا ضروري اراقب صح. وضروري اتدخل لما يكون في اي حيود او غلط.